هل مليون أو دولار بيشين من لوديو قف كي صار شيء باور كسكر حيا بقول كل دولار إلا سيو هدي ورا من الدبده لوديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسن داو ريال ميركستو مقداو ليسان كسو دوادة برامج كحقوبال ونساعدها نوكالات كلاسوطان كالسن تي في استودي سمقالة لندن برامج كاو تدباد والبان وغادرنا عرماها تاقن ايا تدباد كان وحن وحل دونا عرماها لحريدة لنا علمدا اي وحيابها اسكوها استان قارب او كمدا علمدا الصومالية دا بريه لصو دافع ايا وحا صو بدني علماء كميدة علماء الصوماليين او عانكا او قار كميدة ورباهينتا استعماش بوشدة اسكو مارين ايا بايمو ايا ان اي كلا فكرة دوينيين كواسي او قار بغل او كميدة اي صوبان ديجين ان كوا كلا اي سن وحسل اقول هين عقيدوين كا اي رميسيهين يوليبا ان علماء الصوماليين ايهين قيبا بغل او كميدة كوا اسكو كلافسن وحيابا بغل الدباع الرماها سي ايا سي الوحوه وغل برامج كتدبات كان ayaa waxaan u hadli doonaa bal khilaafyadaasi culus ee soo kala dhaxgalay qaar badan oo culimada kamida isla markaana dad badan oo Soomaaliyeed oo culimadaasi si aad u aaminsan ay la yaaban yihiin waxyaabaha xilligan culimada soo kala dhaxgalay iyo qaabka ay uga qaadan lahaayeen midka saxda fikrada culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay yihiin kuwa mar walba dadka Soomaaliyeed hoggaanka u ah isla markaana Soomaalida meel walba ay joogaan ay kaga deysanayaan waxyaabaha dhaqamada taasi oo dad badan oo Soomaaliyeed ay iminka ku jahawareersan yihiin waxyaabaha culimada soo dhaxgalay si aan in badan ugu waxyaabahaasi aan u faahfaahino ayaa todobaadkan Sheikh Abdul Qadir Kishki oo kamid ah culimada Soomaaliyeed dhawaana mid kamid ah culimada Soomaaliyeed uu ku tilmaamay inaysan wax salaad diintaba ku lahayn iskaga baxeen ayaan barnaamijka تدبات كان كورة يصدرنا بس انت انا نشيق او قدبين وحان شعلالها انا ادمرك هورا يلدى وطان نقار كميدة علماء الصوماليات او شيقان اي علماء كلا كنت الماما ايا ان اي كر الدوبين دين تا اسلام كا اسلام كان اي فافين ايان وحيا بقل دن يفكر لها الصعاب اي كشف ايان لكن ما عدا يصنع الاعتراف بالصعاب اي كشف ولكن هناك الكثير من المشاهدات التي تتمكن 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 من المشاهدات التي وحيلين ويرسين إلى المامدون يلقوا بيه وحاوح مقرى ضد فارغة مرسى سيد الله مروى ملحدين ودين تعايا دين تعايا وحكشيرا وصنع سيد الله ضد كاسوحا كاملا نما ضد الكهر مقاشين عبد السعيد ديلا وجدنا قرن حلم عن الإنسان اللي سبوا إمارات الدولة على ورسان يطلق الله ليس مسلم إله مسلم معها إمارة إمارة يا الكريم وحكمنا قد كان من الحديد المجدين تقصوا أتلم عن حدا جبريل بقبل فوقوا كتاب قصوا إنجليز مقرن مرة ودعوعي سمع لكتب حسنة إسلام أن الشيرين حقيقة إلى تلك الشيرين مكان ضيابي قرآن وحبنا عائلية جد وحبنا كشيرية آدم كو حاكم إذا حيام ولي آدم كهود وصحية آدم كهود وصحية ما كبير ممكن هو حيما يوقف يا ربا إن هو كسو مسيح الله في سبع قول يوترين أو في الكريس الأخرية قال قف على قولي مش أنا ما أكيد ترجمة عربية مصودرين أما ترجمة صومالية مصودرين أو في ربا وحبنا ما كشير سنان تريد لكن برنامج صومالي وقرأ الكسيمة حينا طبعاً طبعا ترجمة من الله كرمي لكن ما تعطوها كعسين مقاطعين وحاكا بذا نيرو اليرو برهان يراه هو يبسني يبس مقير هذا هو قرآن كبيرا وحاكا بذا من اللي يراد عن الرالع كبيرا
وحن كمية من كنا نشوفه أولي على عبد القادر كشف عن كمية أولا وجود إنجليز كبسوب كمية هي كوه حتى يوصل عن شوطة كمية أيضا كنا دول بعد كمية غير ما كان بعد إني ما كشوف أيوه يلا كوه ربيع على بسوب شو هو أولا عصي ما القرآن كعيا ما الدين يسوع وحوش على مرنا سنة النبي كعبوا على طيب إذا أمرنا تان سنة النبي ما وحده هي ربع دارت ويا جلود إبليس عجم عمرنا يا لو كنت ربيعة المسلمين معها لكن شاك المسلم بي دين تكوب على يعطتك نبي الله يبدي الدين نبي تمنعه وهم يسمى لكن ما راعي نبي هذا أنت قول كلام سيء ويقات جلود إبليس عجم عمرنا فلو عرب مرحو الرئيسة إذا لا راعي تانكيسة أن وحي أسحسو سيبكو مرجع الله كون يقوى الله منك وحاول أن يصوب حام وحي عدير التهي إن محمد نبي صلى الله عليه وسلم وحي عدير التهي صلى الله عليه وسلم وحي شيء الله لا تجري إنتم مرام وصير شيء waxyaabaha keenay in sheekaasi Soomaaliyeed uu ku tilmaamo in ay culimadaas iyo qaybo badan oo kamid ah oo Sheekh Cabdul Qadir uu kamid yahay ay iskaga baxeen diinta sida uu Sheekh Cabdul Qadir baqaba hadda Sheekh Cabdul Qadir ku soo dhawow barnaamijka Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaal Maxamed Salaad iyo bahda Kalsan TV aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maanta inay ugu sharfeen inaan ku soo dhawaado barnaamijkooda oo dadkiina u muujiyo say wax u jiraan iyo marxaladda la isgaarsiiyay marka gacan qabayda kugu soo dhaweynaa aniguna waan dhawaay walaal aad ayaad u mahadsantahay Sheekh Cabdul Qadir waxyaabo badan ayaa soo baxay toddobaadyada ugu dambeeyay eedeymo kulul ayaa qaar ka mid ah culimada ay isweydaarsanayeen culimo iyo weliba jameecooyin soo baxay waxaa lagu tilmaamayay in ay yihiin kuwa takfiir ah adiga waxaad ka mid tahay dadka lagu eedeeyay in ay diinta sida qaldan dadka u barayaan oo ay takfiirinayaan ama ay ka saarayaan waxyaabo badan oo diinta markii hore culimada Soomaaliyeed dadka ay bareen hadda doonaya in arrintaasi ay si kale dadka u tusiyaan marka waxyaabaha la idinku eedeeyay maxaa ka mid ah walaal ilaah ayaa mahad iskala horta inaa qadil maanta inaan wada hadalno run ahaantiisa adiga oo la yaaban tahay iyo muslimiin badan ay la yaaban yihiin laftirkeyga waxaa ka mid ah dadka la yaaban qofka si loo gaalaysiiyo ma waraysiyaa lala yeeshay yaa lala fariistay ma laga hadlay sababta loo gaalaysiiyo laakiin se aniga dhan kale haddaan la aado jawaabta oo laga yaabo dadka inay la yaabaan waxaan oran lahaa soomaali sidoo hore ma aha xaalad dad badan waxaan ugu jira aqoono badan kala bartay dad badan waxaan ugu jira cilmiga psychologyga bartay lagu magacaabo cilmi nafs luqada carabiga waxaan codsan lahaa dadka aqoon-yahanada noocaas oo kale ah culimada hadda jirta oo anigana aan ka mid ahay duruusta akhrino inay waqti geliyaan oo caalim walba dadkiisa wax ay ka baaraan waxaa u soo baxay cudurada khatarta uu xambaarsan yahay aniga sheekha i gaalaysiiyey wada taqaanaan magaciisa oo ah sheekh shibli ilaah taanadiyo waxaa laga yaabaa ilaahan ogna walba ka fiiriyey inuu hayo cudur lagu magacaabo luqadda carabiga ahaan atalawut alcaqli kalaw tiraaqli waxaa lala jeedaa qofka waxyaaba qaar ma ku riyoodo wuxuu ku riyoona asagoo safar aaday meelo kale yimid dad xanuunsan la kulmay wax la mid ah kama ahad ummadda been ku sheeg laakiin riyadii markay ku badato qof riyooyin qaar u malayna run ahaan inay ugu dhacday isaga marka hadduu uu ku riyooday oo ictiqaadi kasti inuu la hadlay oo la sheekaystay oo xaqiijiyey inuu islaamka ka baxay waa laga yaabaa laakiin ani isaga dayrek weligan uma wada hadlin anigana cajalad waxaa jirta nambarkeeda kow ee qofku u yahay inay taga sheekeeyay ciddaan ahay markii dacaayadda ay badatay taa waa mid tan labaadna wax kastaa dhici jiray ayay tahay waagii nabiga laga soo bilaabo ilaa casrigii ugu dambeysay caalim walba soo baxo in lagu tilmaamo gaal inuu yahay imaamka aan ku aqrisanno aniga madhabkiisa aan qaato imaam shaafici radi allaahu canh waagiis dadku waxay culimada qaar masaajidada ka aqrin jireen inay yidhaahdaan nabiga inuu yiri ya'ti maxamed ibnu idriis wa huwa ashaddu calaa ummati min ibliis waxaa soo bixi doona maxamed ibnu idriis as imaam shaafica ummaddeedana ibliis ugu daran yahay way gaalaysiiyeen imaam abi xanifa waa la gaalaysiiyey marka culimadan waxay oran jireen sida imaam abi xamid alghazali qof haddaad aragtid inaan la xasdaynin u arag qof liito inuu yahay aqafa nicmo ilaahay siin inuu yahay qofta haddaan la gaalaysiininna
مثل حاجة يكون يعني عالم وما waagartay marka laga soo tago aanan kuma ogin mid saada sheekh qalada uu riyooday iyo taa kale iyo waxba kama ogin laakiin waxa aan doonayna waxay tahay maxay tahay waxyaabaha loo cusubay ee lagu eedeeyay oo culimadu ay sheegeen in diinta uga baxday bal walaalo adiga hadaa dagaysatay kelbiyadii oo soo galiyay sheekhaas ma aragtay hal waxa cuskaday in aan diinta uga baxay dadku waxa sheegay in aan noqday mulhid ma qofkan rumaysanay ilaahay inuu jiro إنا نخضي مرتب حفظ ديسة شبحي إنا كمل نخضي عيدة في إبليس إبليس إنا بشتاك صوت أو شاقي أنا حتى سادق الله يا بلتا يعني الله يا بنا بل هدوث الجيس كهاي وجعلان لا حتى دايرك يا يعني دل مستر كريكة سينور ببيت أول سمين كرنا ما نسوه سأكرنا وإنا أو إياكم لعلا هدن هو في ضلال مبين حيوان قلدنا هدو جنة وقسحة مركلا إنو كنت بدل دال لمدد مش أوسر يسكا سوقال وعلا إنو إيد دياري إن لا يدوله een waa gartay marka sababo badan oo culimada qaar ka mid ah waxa sheekhu marka oo arimahan kaalay oo soo qaatay in website ka mid ah website-yada aad isticmaashaan iyo waxyaabaha aad soo galiseen ay keenayaan in bulshada Soomaaliyeed boqolkiiba boqol muslimka ah in aad si qaldan wax ugu turjumaysaan oo si qaldan aad wax u fahamsiinaysaan taasi ma jirtaa walaal macaan ma ku baahsantahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah waxaan ku weydiiyey hadda Kalsan TV soo media xor ah ma aha hayo isaga ku qanacsan yahay soo sii dayn karo Kalsan TV maanta hadduu ku qanco inuu soo daayo nin oo maaragtay nin islaamka wax ka sheegay tusaale kadibna muxaadaro oo kishti leh uu soo jeediyo ma waxaa haboon in la xukumo qof walba wuxuu ku hadlay mise waxaa haboon intii Kalsan TV laga soo saaray oo dhan inay wada gaalo yihiin website-kan maan doon la yiraahdo aniga aqoon iskuma aanan lahayn dadaa iska leh oo maamula waan dad qor ah waxay ka helaan ay soo dayn karaan duruusteeda badneed qaar ka mid ah ayay ka heleen inay soo geliyeen bulshada u bandhigaan marka makhaladka macaraha iska leh mise ciddii bulshada u bandhigtay marka yacni taasa waxay noqotay in anigii iyo macalin reer maandoon in isku wada liskeen xambaaro oo maaragta hal daaqad nagala wada saaro elaan waxaa waxaa inay khalad tahay ilaahay qoraagta wuxuu ku yiri walaa yajrimannakum shara'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdiluu dad hadal nacayb u qabtaan yisan dambi idin gelino cadaalad inaad ka tagtaan cadaalad sameeya waa gartay marka ma waxaa leedahay sheekh cali raage iyo culimada kale oo magacooda usoo qaatay sheekha iyo adigu wax shaqa iskuma lihdin oo wax xiriir idin kama dhexeeyaan aniga sheekh cali raage ilaahay kheyr ha siiyo barashadeenna waxay ku bilaabatay aniga waxaan ahay duruusteeda dhegaystay nin aad u nacab waxaa lagu magacaabo dulmiga ninka markaan arkay inay gaalaystiyeen gaalnimo ay ku xukumeen aan hadaladiisa dhegaysan baan waxaan eray ninka hadduu qur-aan sheegto inuu yahay ama qur-aani mii oo axaadiista nabigeena waa qaadta hadduu yahay qur-aani laakiin leeyahayna axaadiista qur-aanka waafaqsan waa qaadan oo axaadiista qaar si kale u arkay inuu ku khaldan yahay laakiin aniga waxaan diidanaa xeer gaalnimo in la gaarsiiyo qofku itaabdu sameeyo ku khaldamo yacni anaga waxaan nahay madhab beni shaafici imaam shaafici iyo madhabka abi xaniifa badankood waxay wada qabaan safka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gaalnimo haddii lagu arko oo hal dhinac oo hadda islaamnimo dhinacdaasaa lagu xambaaraya islaam buu alla xisaabinaya laakiin wuu khaldamay wuu lumay bidco ku dhaa wax walba waad oran kartaa laakiin gaal weeyaan waxaa loo baahan yahay gruub caddaynaya qofka arkaan islaam shanta durmaysiyo arkaan imaan lix durmaysiyo nabigan yarkii qabladan u dukulo oo waxaan gowracnana oono annagoo nagmidi waa nin muslim ah marka xageen mati nabigaan qaadanaa mistiira culimada iskaga fadwoodeen ayaan qaadanaa waa gartay marka adigu maxaad ka aaminsan tahay culimada kale sheekh uu sheegay in aad dadka sida qaldan diinta ay u fahamsiinayaan adigu culimadaas kale marka adiga laga soo tago maxaad ka aaminsan tahay iyaga laftirkooda ayaa waxaan ku malaynaya inay kala duwan yihiin anigana mushkiladeed waqti badan ma haydin oo maaragta bugaagtooda ku akhristo yani sheekh walaalkeena hadda cabdisaciid oo kale buuggiis weli ma aanan akhrisanin laakiin mawduucaas intuusan isaga ka aanin buugga markuu qoray aniga ma waan arag laakiin isla mawduucaas oo kale waan ka hadlay ridada aniga inaan qabo xadka ridada inay tahay inuusan dil ahayn oo diladii qur-aankana waa soo qaatay axaadiista ay ku xukumeenna meesha ay daafiga kasoo geli karo ay weynka yihiin waan ka hadlay aniga bilaa cilmi uma hadlo xadiis haddaan soo qaataan ka hor imaanaya amaanu arkay inuu xadiiskaa daciif yahay oo khaldami karaa laakiin waxaan soo qaataa sababta aan ugu arkay xadiiskiinu daciif yahay marka ma waxaa leedahay
هدي قفكو ودين تكبر حوك هلا سيدا علماء سيهن سيكا دول عنيبو أركا أني وحن أمن سنة هاي علماء بدن إلا قبتا قفكا إنو حرية هاي فمن شاء فاليومين ومن شاء فاليكفر آيات بدن قرآن إلا وكشي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يعني إنت آيات هل آيات قرآن أو كل حكمين يسقفكي دين تكبر إلا ديلا والحقيقة هنا لكن أحاديث تقارى حديث أحادة وسنة كودنا رجل فلسطينية كجوة واختار كودنا حتى يعني مطن يسو داهر كوية هاي عالوك حكم كريم سيدة حديث كبادنا يبدل شيئا من بدل دينه وفقتلوه من بدل دينه وفقتلوه الله وعلت بوك إيدي وحتى ميك سوبري كو عن عني وفقها إكريم البربري وحونا كمد آخ وارشته وحتى ميكو جيريو نعيد أستال لواي أفا فطالة لو إجاري نجا أستال ليرينيها تاركت من جوري علماء بدن أو حكم الإمام البخاري الشيخي علي بن عبد الله المديني شيخي أو يري من كبين بدن من كسبوني جاي معرك أروتين حديث ونو شيخا هذين كانوا يدينا ونو شيخا يعني تابعين تقاسم ده الشيخين مركي نكاس تصوري حديثك دعف يا فجرة خدنا مركي الله حمبارة علمي عن رسول الكتب أو قرانا المنطوق إذا خالف المطلوب ليس بحجة خالف سيد الله واحد له هدوه خلاف سيد الله فهمي حجة من نقله قالكم قرآن من بدل دينه فقط دينه سبدل فقتلوا دينه ودينته مش شيء في دين تسلاك بدل الله معارض وقف كان دون أها مسيح أما يهود أسلام تسلاك من إلا دينه لأن في دين تسبدل بحل الدينه اللي يريه بك قواعد اسمه كان كفيري هي قرآن تنسوس تسلاك فيري وحائلك البرزناتي قفت إنه فوق يحي حتى علماء مقوه ري كمد أها حتى مرتبط إلا دينه ومدحب تأمام أبي حنيفة بس لما مدحب أبي حنيفة أنا نمبر وان وحي قبتا طبت مرتبط دي دمرتها إنا للدينه نمبر 2 حتى مرتكن حسوب بنساء حد الحرارة مدارس المتحدة حتى دقالك يعني مرتكن لقى حد لا مرتكن لا دقال ما المسلمين إنه إسلام تطبحي استيقظ سوقاتي المسلمين تروينوا كله كأي مارك إلى الجيري أي كحنباري ولم أخار والله أعلم وقرتي مركا السيارات كلا دوان وهذا تاسي أي كميت هاي وحيابا كلا عدسكو كلا بسنتين ولما دا انبرا روح على الشيء إنه كميت هاي قابكا نقفك هدي تصالحان قبضة ايضو امانينكا ايضو صومر يقول هوري كبعدي وسينكو بأوكالي وحيابا سوكالي وحيابا لدكو كميدة انا سيابكا لدوان داتكا او افهم سيسين تاسنا محادكا امي سنتا ولا الهرت قفك مسلمكا اي مسكح ذا فران اي عاقلك اسلام في نيد وناك وحن بارسا هدود اجي استعجلة انك هدلي وحد ريما اسلام كفرحنا كموجي انا اسلام كفال حمين طلبات عجلتي كان واقف شيء لكن صار بلا تاريخ لأن جواي لفظ جري إلا تسوى جات التاريخ ذا وجود بيس آخر شاف عبد الرحمن حسن برهان الدين الجبرتي علوم على تاريخ الجبرتي هل دليل إيه قصة صار خطب كاستين ودعي خط زينك ودعي إن معرف لا لا رجلي لكن حتى أنا جمعت في حياة وحنا بلا ولد إيه من سقفات أي دول من ورجلي إيه نشاك بالخط إسلام كأه وعقل له أنا أقول له دين والفين وعطيناه زينك ودعي احدنا ضد طورنا يزينا كل احلي رجوية عقلي جيسة كامتة اصبحوا قدو الله يطبط كانوا ضد قعفناي تجاس اللي قوقوا قادي خطفا انه يزينا كل احلي افر مطاتي او صيد كلير واضحة واكتن مجرتا مجرتا حتى امام شافيع وليا خطفا هدي اور كصوب عيور لا ذا هاي لقوم حكمين كان حد رجل صوتا استحقل انه سندعنا يدعي كتا معركتي نيكي وطي وكدا هذي ماشي مال ودو وهدو دي المقلين كستطلب وطي وقلين مت الى الله هو يوحين يستحقلين أما خفت يستجيب إنه اللي جاي، لكن أنا بعيش فلا ظلم اللي بقوله. كنت وحنا يستد إحنا كهذا الحديث لا اعتمادي يا رجبي أو طار بدن عن صخة أنا موجي ما له ضعيف فيه علماء الحديث بحكم حكمه. واجرتي. مركا علماء دي هراء وحيابها ايدتك اي مر هراء برين او لفهم السلاي يو هدا قرشها العصوب اعاد كنتين او اه ان دلكي او مركا هراء علماء دي ايدتك ايكوب او برين ان دقح لغود دلو او غفك دو قول صامري غفك الدين تكبحي وكلا او حكم كلا علماء دي هراء ايوسارين وحيابها صور دان مركا الاسكوكي هدي اعاد كوكال دان تهين قوانك اعاد كاقالتين ايماش اكا استاكتين حكم كنو محمد غنيا إنا نقل دنا اجتهادنا سمينا خل نبقى على السلام في رخف كقاضي قادو اجتهاد سمايا أقل دمو هل أجر أيو ليه هدو كسوا حنان لو أجر أيو ليه لكن نبقى اجتهاد كونا أبلال فنكلا نبقى على السلام في نوش شيء يدرو الحدود ما استطعتم بشتبهات حدود أنت أتشبهات تجي إلى لك تفان سيسن أبعد
استجئ إلى عليه خاف إنه كوخل دمع عفنت أي كخير بدل إنه كوخل دمع عقابتي بس ما عليك عفنتي يوم كوخل دمع مثل عقابتي يوم كوخل دمع بس هذا رادد محكلون يصير دار علماء بدل وحاجته مثل مذهب العلماء أو الخوارج وحاجته معتزلة علماء المسلمين إسلام كما هي سلطان مسلمين أي أحياء خوارج وحيرة أن حديث تقولي وتحب لما قادنين وعن قادنين أكلي حديث فعل جاها معتزلة الخارج حديث بدل ويجيده لقد صارني إسلام أنا لما أقول إسلام تلقى جسارة ما دام حديث صار عن شيء ضعف ينفجر إسلام تدي لقى جسارة عالم والبصابح وهو هو المشايخ وهو ينوي في إسلام شيخ الألباني ابن عثيمين رجع صدق أحاديث صحيح أي ضعف شيء يعني ما لقى صار داخلي ميزة سام ورد طبعا إيه والله قرتي لكن علماء مركي هذا أرمان وكل كهله يعني وح أي شيء جان وحيابها أتسوق على طان وكله إن أنت بدن أيهين وحيابه لو أركي كرو إن أدقاب حضارة ده هذا شرتوه كلا أد إسكوف همسين إنسان دينتا إيوه حلو بلا تشوفه وحيابه إن كويرين واحد كمية إن أدول إنسان إن دينتي لو أبو رقم أو ضد كأبو برتان إن أرسان قادو حلو بلا تشوفه إيوه واقع إذا تاجن سياسة ضد كأبو فهمسين إنسان لكن أتكرر إنسان وحيابه كلا أي هاد إني أقعدان ضد walaal maxaa diinta islaamku xileed wax lagu magacaabo sawaabid sugnaan waxa uu sugan aan la bedeli karin iyo waxa xileed wax lagu magacaabo mutaqayyirat waxa uu isbedelo fiqiga islaamiga waxaan haysanaa midna imaam abi xaniifa lawdis arday muhammad ibn al-hasan ya abu yusuf markii isaga kadib waxa uu badanay fiqiga markii la weydiin waxa xileed anaga khilaaf naga dhaxay anaga abi xaniifa ma ikhtilafu wa hujjatun wa burhan wa inma huwa ikhtilafu asrin wa zaman تجدي إدريسي معه وسواء سنة لكن عصر جزم كأي استدلال وحركة أحكام عمر من الخطاب وحيال قرصان وحكومة سنة تدمر وحيال حكومة ما كنا ورثنا وفي سنة ورثنا حكومة سنة كان سنة حكومة يعني أحمد بن حنبل وحركة هل سؤال إلا سجل جواب في دقيقة الدولة إمام الشافعي وحركة إنه ليه هي مذهب القديم ومذهب الحياة الجديد ما كان أي مذي مروا بخيل سعود جيران عصر جوازة سيم عرفت مشاكلات الجرة أنا ما كنا أهين الطبع إسلام أسلوشيسي وثوابتيسي إجتهادك علماء أن الناس ما ينمضح إذا ساري يعي إحترام من أمبيه وانا جعله وانا أخذ مسنة لكن وحيا وقع روحها جرى ظروف في مكاس جفتك كانت ظروفها أنا أحد الجريك حتى إلا مولا يا مثلا مستد قالوا أهو الدقالي علاج على الكلمات الدخلية حقيقة عبد الله شدد قالوا أهو ناجي حفاري من كده حياة بس بحكم ما هو السيكة في مكة لكن حكم في هرم الدام على هذا الجريك هذا تكون روح الإسلام في أفضل ثمانية أنا من القيم الجوزي كتاب إعلام الموقعين مجلد سيدة حبيب وكبي باب تغير الفتوى تغير الأزمنة والأحوال والأوائد والنيات فدوان إن إسبدلي زمن كده إسبدله وحالة ده ده إسبدله دقاك إسبدله دخن كإسبدله عادلين كإسبدله في رباط إذا بدن ويندد بدن ما دام يكون جاي بثنائين ثلاث بدن يدين في الإسلام في الجلال ما لقى نمد دوني أنا خلق الإسلام من أجل الله سوشي أنا محبار تمانا أنا يوم كأنا يوم بأسك حد الله ورأني يوم حياة خارج كل الدولنا يعني أنا يوم مثلاً حديث قاعد شكل رجلي أنا يوم أنا أعطي نضعيه ولا الكل نشان عبد الرحمن محمد جبيل كل بيده هدوء ده بيسوق قلنا أي حديث كدي له هذا أي وصوخ قاعد بيسوق قلي شيء حتى أنا احترام أي أنا جوده الحياة علي رأي سوق الحياة خارج كل سنة اسم أبو كل سنة احترام أي أنا جوده الحياة ده هذا اسم إسكو احترام بعدين إسكو كل سنة يجين أو إسكو نوع ولا نخانة أما أنا شو هذا لاينا والله إني اسم نلش هجاي جين صوت إيه قاعد تحكي له حطوا إسكلافان ولا ما ذو ذو عالم نوحوسي وعكا عالم وعكا قد مثل انا وخلق التاوري في شيخ بن دازو الشيخ الالبان حوليه قد هدوب قبضة عفوة إلا جرى لازم وياه لو اظن وعلماء السلفيين مرحبا يوحي سوق الاخين تدويل اسجالسين يا سوهراي طب كليزة يا سوهراي مسلم كلا سوهراي مرحبا مرحبا اختراف يعني او احيانها فروع ذا وحلو بهين اللي سوى اختراف اللي التوانيو اللي سكحة توسيو لكن معها مرتي وخبتة هذو حتى هو بنين صوته ويري ee dhuruf oo kaanta ina galnaa ku tafsiray marka hadda oo kale waxyaaba mararka badan aad ka hadashay waxa kamid ah hukumka qofka qof gaalaysi ma u noqonaya taas aniga kama hadnaayo walaal macaan walaalkii waxa ka hadlay arintaas nabiga kaleey salaatu salaam ahadiis badan ku sheegay qofkii qof gaal nima ku tilmaamo kelmadaas labadooda mid un bay ku hooyaan ama qofkii wax qof gaalaysi ay ku laaban ama ki gaal nimada lagu tilmaamo marka ninka sheekh yani ugu tilmaamo gaal inaan ahay kelmadaas ilaa xaqiiqsi ay qortay dulma ay sanbeen ama soo isaga sheegay aniga ku gaalowey hadii aniga gaalkii aan noqonin isaga ay ku laabato isaga gaalnimadii xambaaray nabiga kaleey salaam
حديثك صحيح صحيحي حتى الإمام الحافظ بن حجر الهيثمي كلية هي النبي أنا أمدد وحن أقبق دايا فين وصاب وحطف وقرآن كأخرستي كم موقتي تدري منكي ذلك يفتح بحي تدري أنه تكسون قدام الدرس كيسي وقلت المعبي مشرك إنه يأي وون الله تقالم النبي أنا أصحاب حيرا ذي الله وضي أحق ولا ياسير مشركة وكي خطو كشاق مسكين لو شاق ما يو النبي أنا خير وحا مشرك نقضي كي كشاق خطا ما مشرك مكسا درادة أحكام تجاليسين وحيها أوسهلا معه لكن سورة حجة الإسلام بحامد الغزالي الشيء وفي لا يسارع على التفكير إلا الجهل يعني كم الدقد وخط إنه خط قال يسي إلا خط جاهل كأمويان خط جاهل كم الدقد خط إنه قال لهم الحكومة الإمام حان فضيل بن عياض رحمه الله فرنجري إياك والقراء إلى الحيوان أفرست يعني أربدة فإنهم إذا أنكروا فيك شيئا في الطبو هذا واحد قوة إيران وقال يسينا يعني يعني ما في رناية قال ماذا نحيرا كلما اتسع علم العبد اتسع صدره حتى ذو علم يستسيب بالله لا تسن ويستسيب بالله راح واسع نحن نتحن بارا يحيوها صدره أن واقرتي أن دوان واحد شرتي إن جماعة أو علماء أو كل واقع أرور وساعدونا بالحق ليرادو وقيبب بان وكمدا دالك الصومالية وقيبب كمدا ودمدا عربتي وقاربة أفريكا وقد واقعين ان أوروكا سيسددو أركتادو ولا ان خفك وحا خبان مرو بإنو فيريو وحاوها سيوكل مهم سيهم أنا رمتي جماعة الصباح دي ان للد دقالما ان وير اللغو قادو ان ما أركتي مالو بلاك حدو لبون بونيو وما أركين عشر دا عن أخرين عين مرنا مقعود حتى ما عنا صباح saan ma wacdo soo qaaday markii igaalaysay hadda mushaakadan waxaan ku soo qaaday on markii group ahaan loo gaalaysay waxaan qasbanaa inaan jicala kaliiga daan ahaan laha qabku xafiir laa deniis soo deniisay sajada ka jawku dibaabiraa laakiin hadduu wax laga diyaa miska hadlay oo arkeen biino maareeyay hadlo wax socon laha waan u duceyn laha ururka markii saaducoona bil xaq aniga waxaan ogahay aan qirsanahay aan ixtiraafsanahay arimaha inay kala yihiin yaani saddex jeer naceeb qofka bii cudurka nacayb ku dhaco wax inuu naco inuu bilaabo waxaa ku xigsiinaysa gaalaystiin gaalaystiintana waxaa ku xigta bil in qofkii la dilo nacayb faani wuxuu ku dhamaada indaan bil aniga marka cudurka nacaybka la yiraahdaan kasoo horjeeda bini aadamba inaan la nicin ee ficilkiisa la naco nabig luud calayhi salaam qoomka loo soo diray waa arag waxay samaynaya haddana muxuu ma oran adinkaan idin nacalak rafeer inii lacamalikum la min alqaaliin اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون الا قومي قاعد سلطة النوبة مركا دكي ان مركا لو قدك دقو دقال لو واحد تقو قلت يعني هم اركا هنا قلدانيت قلت يعني هذي صاب الحين فجدو دو حب حباني هذا هذا لايا الوجوة حجة الوجوة لكن ما عارف الا اقل لقا دي عم قفتي لكن ادوب محاكا قطا معنا سير واركتا ما انا يسحيهين مكوا قلدان او سيدا لشيغا انت اللي قارن بقى اما اللي قاليسية اما اللي حكومه لكن فكرة إيشو بندقان سيدي واركتا فكرة إيشو بندقان أنا أبسلوط لوحان أركا فكرة أنا مناسب أهين أنا أباهن تحقيق علم الديني إن ما أركت لوغي جوابه يعني تكفير كان إيز كسمايان إيقو اللي جدو حتى حكمك إيني قاران قفكي ما أركتي حكم كان حدا أقلنا إنو ما أركتي كافر يها أوكال تانا طبعا وحاول فكرة آدي آدو خلدت أين صحنا أهين أو أصوشي ثوابت الديني كان أنا نواقف سنين وتفسير كيس أصحابنا إيسلا إسلامين خرافة وفهمين بتابعيتي رجل كدندول مركا حدي اي واحد لان وادقس هذا الله لقاب لكن سلوب آيادو علمي سنة او معركة عميقة كما انا اتكن هدان تارك لهانا قب علمي سنة ميزامان ايام الجواب لها لكن سلوب كان سفير يد وحان جعل اينا اسكتب الفرعان او ليس كتار ان واقرتي صوماليا علمدو دا اد وحا اوصو بدن ايسا ان اي اسقاليسيان دينتا اسكساران مدول بارمتي كلا انو قلديها او كتل مامو arrimahan maxaa sidaan xilligan aad ugu soo qaaday waxaan u maleen walaal macaan yani sidaan ku sheegay waxaa jiri kara ilaahana ogniyadaha laakiin xuduud dunyawi yani nasiib ama jacayl adduunye inay jirto qofka inuu u muuqanayo inuu jeclaado keliya tiisa inay muuqato
ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذا ما تسعي إلا وحنيك أرتمو يعني ودل توصم بانك هو هنو لنا يعني مركز تين لو أرتين كرا داتي كرا ديني أهي لو حياو بعض سلوك اسمه خلاف سنة ذا وإن دت أخذت ميك جليا تفي تقرد أحن بعض سنة اللي هو حكم أخذت اسم مثلا قال ويان يعني لسلام يعني لو دوان يعني ما أرتين أكيس لك دواني لكن يعني خف إلهي تبقى علم في عنا له إلى ما أها إنه في الدقايق دسك المسلمين تأنه جالسية أنا شخصيا ودرسي نوفير هذا حتى تبدي جالسية ما جالسينا يعني ويلي جينا والحمد لله كم وقت ونحط إنه جالي هاي ما نبرين نحط إنه آدم إلا جوله أن واقرتي لكن العلماء بدل أو هدا الصوماليات أن مرحب دي أتشكتي إن أي قف جالسية الحكم كأتشكتي أو أه إن أي ميت كل نقول أي سلوات القف أن تاسع يا أبو حنو قكرت جوابتي صوما مرحبا عليكم الجاي صوت أخف كان عن الإنسان الشيء وحلق يا و وحياة بدن إن لفيري نفسيا إن لفيري سيكولوجيا عن مجرين يا خفكي ظروف توجيسة محيط هاي استخلد مو فهمي يعني وحياة بدن إن لبار عن قدك دقيني كان هدول جالس يقول مدك هلا نحكم كي يعني لا هدك في التجارة أنا قد ده تاسكم تقمين إن أمورين هدول خفت قال في المامي سجى قال وأنا سجى أنا معركتي بالناء أو عن قط وأنا قال إنه ما يصير أتحاسن اللي قام صوريني وعن ابنها علي بن ابي طالب وعن علماء الابوين كلها هي عبد الله بن عباس ورجل خوارج اللي هم قاعد يجري يجي انه يراهن علي بن ابي طالب بن عباس رجل واحد قالوا يجي انا مره افضل اللي قاموا مخلين رجعت له قالوا يجي ورجل ولا له انه ما حد بده ويا ومروا مسلمين عانى وتراب صناعي ان واقرتي مركا إن بدن أو كمد أه شعبك الصوماليات مروا بواحد مغلان أورور هورلا أورور ديميدا صوبحي magacyo kala duwan ayay wartaan marka idinku qoladiina magac oo maxaa jiraa imaam aliina bi talib xoreen jiray dadka saddex oo kala baxaan faalimun rabbani aalim ilaah ku xiran wa mutaallimun ala sabiil an-najah khaf wax baranay suu aadaat oo badbaado wa hamajun ri'aa'un atba'u kulli naa'in dad iska socdo oo meeshii laga soo dhawaaqo isaga hoggaan samayn laa yasdiuuna bi nuur al-ilm nuurki ilmiga wax kuma fiiriyaan wala yarja'uuna ila ruknin wasiq tir lugu kalsoonayn oo ma baxaan marka dacaayadaha yani badana waxay lumisaa dad ogaan masuulada gaabad oo meel dheer ka arkayeen iyo dadku ma aragtay markii hore ba tacasub ku jiray qolo mutacasibin oo ahaayeen marka saa daraadeed anaga shaqsiyan aniga jamaacan ka mid ah haba yaraatee midig qof waxaan ahay daaci ah afar hadaf aan nolosha aan ka leeyahay waa afar waxyaabood dadku inaan tusto quruxda islaamka uu leeyahay oo meelo qaar laga toosiyo dadku inaan akhlaaqdooda iska dadka inaan caqligooda diini ahaan u dhisto iyo arwaaxda inaan ku xero ilaahay subxaanahu watacaala intaa waynani muhimmadeyda laakiin ururnaan ka mid ahay ama urur aan sheeganayo ma jirto mana ogole xataa ururada inay jiraan waxaan jeclaa muslimiinta in la wada mideeyo oo la wada shaqeeyo dad walaalo isku duban la ahaado adigana sida waxba aragtaa laakiin inta aan kulligan isku siiya wada dukanaa isla masaajidii aan ku dukanaa wax colaada maxaa keenay islaamkana ma ogolo colaada okay waa gartay marka culimada Soomaaliyeed isgaaraysiinaysa iyo waxyaabaha qaldan iska sheegaysa ma Soomaalida oo kali ah ayaa culimada sidaan iskula hadasho oo sidaan diinta iskaga saarta mise caalamku la qabaa waxaa shaki ku jirin culimada casriga hadda jira say u badan yihiin oo Soomaalida gaar ahaana badana culimo kale oo carab ay ku xiran yihiin ama kutuba kalaba carabta leeyihiin ay ku xiran yihiin oo iyaga kalsooni buuxda iskuma qabo inay caqliya afur ay waxay ku fiiriyaan saa daraad marka waxaa arkaysaa matala kitaab mar dhow soo baxay oo lagu magacaabo tafsiir al-ashaacira ashaacirada inay gaalo yihiin qofkii caalimka hore ee u kalsoon yahay wuxuu ku xukmanaya waxa ashaacira ahdo inay gaalo yihiin waana aragtay kalibyo culimo oo soomaalideena sheegato oo dadku ma aragti waaweyn oo inay oranayaan ashaacirada ilaahayna ma yaqaanin rasuulna ma yaqaanin ama haddii la fiiriyo usuushada maxay daliil u hayaan ilaahay inuu jiro rasuulka inuu jiro sababtaa waxaanay qaateen hadallada buugaas kale ku qoran marka qaarkood sidaas ayay maaragtay ugu ogaasiyeen culimada dowladda hase ahaatee culimada carabta oo kale xoogaay waxaad u moodaa inay ka ilbaxsan yihiin kuweeno oo waxyaabo qaar kuweeno ay ku degdegaan aysan ku degdegayn yacni waxaa jira matala shakhiis balqaradaawi ilaahay cumridaan hasiiyo xagka rajmiga kuma waqti ayaan ka wada qabnaa sidoo kale xuduudda qaar uu ka hadlay waxaa jira sheekh faaruq suweydaan matala xadka oo murtadka isku mowqif ayaan ka qabnaa culimada waaweyn
oo ma aragtay caalamka arabiga laga yimaadaan laga yaqaan kubadda degan dadka gaalada ay yiraahdaan dib xar ay jiraan laakiin hoggaankooda naftigiis xigmad u baahan dhurufta hadda Soomaaliya haysta awara jirta cudur badan la sheegay jamaacada kala soo baxay hoggaan hal jamaac hoggaaminayo miis wuxuu u dhiibay jamaacadii soo dhan laba inay ka hadlaan mesela gruubkan lagu magacaabo maandoon inay gaala yihiin ardaygii markaa ama qofkii maamulka ka mid ahaa gruubkaas ururkaas ma fiirin xataa caqliyan isuma oray warbitaan aan ku degdegin kale dad waxay la jooga culimada iyaga raggaas ka aqbirsanaa kooda ugu wanaagsan waa kii iga xishooda arrintan ka qaadlo laakiin midkood inuu istaag yiraado kisku waa naqaanaa magaalistan waa ugu tagay wuunana soo dhaweyn sayidkiisana waa ka muxaadareen dhowr jeer imaamnimana wuu nagu casumaa ninka saa u malaynaysan ma ah ama waa laga gardarnaa inuu istaago oo maaragtay caalimkooda ama xaakimkooda inuu radiyo ma ogola way u aamusayaan markataan aniga waxaan arkaa khalad inay tahay taas waxyaabaha keena waa ururnimada aad aad umahadsantaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jira qaar kamida culimadaasi oo shiicadoo kale ku tilmaama in aysan diinta wax raada ku lahayn marka adiga iyo culimada kula midka shiicada sida u aragtaan walaal macaan aniga ma waxaan fiirinaa caalim soomaali oo hadda iska hadlay mise jamhuurkii culimadii naga horreysay waxay ku hadleen culimadii naga horreysay shiica zaydiya ama shiica isnaacshariya ama ibaadiya raggaas oo dhan islaamka kama aysan saarin sheekha iyaga ay xigsadaan oo ilaah u naxri sheekh islaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu yihi iga horeeyo markuu geeriyoona ugu dambeysay suu sheegay xaafid dahabi qof walba qiblada u jeestay salaadiina la dukanayo oo ilaahay rumaysan inaan islaamka ka saarin ay muslim ay yihiin marka raggan markay islaamka si sahal ugu saarayaan shiicadii shiiqabkii shiiciga noqon soo dhaweys maswaasidiis midda kale aan ku weydiinaya waxay tahay alaada isgaalaysiinta ma hanuunay keentaa mise waxiin bay kala sii diisaa ani qofkan walaalkayga markaan soo dhaweeyo oo wuxuu ku wareegtayaan ku ammaano oo waxaan isku kalabtanaa danaan ka wada hadalno rajo waxaan kale inaan isbedelno wa inaa iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin laakiin markii horeba dagaal haddaan ugu hor imaado isagana yacni dagaalkaaga wuu malaynaya inuu maaragtay wax bedelay waxaan fiican xikmad iyo wanaag walaa tujaadilhum ila bilatihi axsan aad ayaad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdulqaadir kashki oo ka mid ah culamada soomaaliyeed oo qadka skype uga qeyb qaadanaya barnaamijka isagoo ku sugan waddanka canada isla markaana ka hadlayay dhowaan qaar ka mid a culamada soomaaliyeed oo ku tilmaamay sheekha iyo culamo kale in ay si qaldan dadka diinta u fahamsiinayaan taasi oo ay ku sheegeen inay diinta uga baxeen culamadaasi kana jawaabaya arrimahaas iyo arrimo kale aad ayaan kugu mahadcelinaya sheekh aad iyo aad ayaad umahadsantihiin wal maxamed salaad iyo dadka walaalaheena ee kula shaqeynaya kula wada kalsan tv soomaalidoo dhanna jacayl iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo ixtiraam ayaan u xambaarsanahay inta walaal ee ka xumaatayna arrintan lay geystay ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyay difaacday inta kaleetana ilahay waxaan ka rajaynaya inuu soo hanuuniyo raggan kalena ilahay waxaan ugu rajaynayaa inaysan ku geeriyoon xaalada ay ku sugan yihiin ayagoon ka toobadkeenin aysan nafiranin iyo ku degdegeen oo ina gaalaysiiyeen soomaalida idilna waxaan kula talinayaa aniga dhibaato uma lahay laakiin walaalaha kenya ku nool noloshooda halis ayay ku jirtaa ee halaga gaaro wallahi subxaana watacaala aclam wassalaamu calaykum waata waa mahadsantahay daawadayaal barnaamijka xogogaal oo aan ku soo qaadanay arrimahaasi ku saabsan culamada soomaaliyeed iyo khilaafaadka ka dhexeeya inta ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijka waxaa ii farsamaynaya injineer cabdifitaax intaan barnaamijkan barnaamij xigo ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hal milyan oo dollar bishii in meel loo dhigo qofkii soo sheega baawurkaas qarxaya boqol kun oo dollar in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro